السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة أجيال أندلس. في الفيديو ده معانا دكتور محمد، هيقول لنا آلية التصحيح اللي بيطالب بيها وزارة التربية والتعليم، وبيطالب بيها تدخل من الرئيس السيسي فورا يشوف آلية التصحيح، إيه اللي حصل لأولادنا، إيه اللي حصل في النتيجة، إيه اللي حصل في البابل شيت، إيه اللي حصل في حاجات كتير قوي. في الفيديو ده هتشوف حاجات كتير جدا بالأدلة مع دكتور محمد. أنا بشكره شكر جيد جدا، وتقدير بالنسبه لنا بقدره تقدير جيد. انا ما اعرفوش شخصيا، بس انا عاجبني الفيديو عشان كده نشرته عندي في قناه اجيال اندلس. يا ريت نتابع الفيديو وننشره في كل مكان، لعله يعني يكون سبب من اسباب وصول حقوق ولادنا، ونقدر نجيب حاجه لاولادنا ان شاء الله. تابعوا بقيه الفيديو وهنتظر تعليقاتكم، ولو في حد عنده اي تعليق او عنده اي مشكله يكتبها لنا في التعليقات ان شاء الله. يلا بينا نتابع الفيديو، وتحياتي للدكتور محمد، يلا بينا. أنا الدكتور محمد صاروخ، ده الفيديو الأول ليا. أنا والد ولي أمر أحد ضحايا الثانوية العامة. بداية يعني عايزين ناخد الموضوع بدون عصبية. إحنا كأولياء أمور عايزين الحق والعدل لأولادنا، ما إحناش عاوزين يحصل قلق أو شوشرة. إحنا ضد أي مشكلة تحصل البلد، إحنا بناء على الاستقرار وبندعم الاستقرار، وبنشكر كل مسؤول قام بدوره. ومش عيب ابدا لما يكون في مسؤول اخطا او في مشكله حصلت نتشارك كلنا علشان نحلها. اولا وزير التربيه والتعليم ما قالش الاليه بتاع تصحيح الثانويه العامه بشكل تفصيلي. احنا كنا زمان بنعرف ان في كنترولات فرعيه، طبعا اتلغت السنه دي الكنترولات الفرعيه كلها، وده كلام من مدرسين اصدقائنا. الورق كله بيتبعت للقاهره. اما كان في كنترول فرعي، كان في تصحيح وفي رئيس لجنه وفي مراجعين وفي خطوات، الطالب بيحل هذه الخطوات وبياخد درجته. يعني انا عندي مثلا هنا نموذج امتحان الرياضه، طيب الاسئله دي ما هي لها خطوات للحل. لما تيجي في الاخر تقول لي الخطوات الحل دي انا مش معترف بيها، اللي هي ان انت جمعت 2 زائد 3 في الاخر لقيتهم 6، فانت اخترت رقم 6، فانا اقول لك الاجابه غلط. طيب كل خطوات الحل اللي الطالب عملها دي راحت فين؟ طيب دي قصة خاصة يعني بالتطوير نفسه، يمكن انا مش عايز اخوض فيها. يجوز انتوا لكم رؤية في القصة، انتوا عايزين تختاروا طالب معين يكون يعني مثالي ان هو يخش الكلية. طب ما اعرفش حتى بعد ما اتخرج الكلية اعمل ايه. وانا على فكرة اقدر ان انا اعلم ابني بره، انا مش بتكلم على حالتي انا الشخصية، انا بتكلم بوجه عام. احنا بندور على الحق والعدل في اي مكان في مصر. بداية النموذج ده انا بس هشرح آلية تصحيح الامتحان اللي احنا وصلنا لها، وارجو من سيادة الوزير ان هو يرد علينا. دي نموذج كان متوزع في اسوان، في وكالة الوزارة في اسوان على الطلبة. كان نموذج امتحان، الطالب كان بيكتب بياناته، وبعدين الامتحان معرف بتظليل، فالكمبيوتر كده عرف اي امتحان بيصححه، ورقم جلوس الطالب بالتظليل الاحاد والعشرات وهكذا، رقم جلوس الطالب كده الامتحان عرف هو بيصحح ورقه مين. طيب لما اجي النهارده اقول له يا كمبيوتر خد الورقه دي اللي توزعت على الطلاب اهي قدام حضراتكم، اهي دي نموذج الامتحان فارغ، الطالب بيكتب بياناته كلها بخط الايد، الكمبيوتر ما بيتعرفش على الجزء الفوقاني ده على الاطلاق غير في باركود على الشمال. هل الباركود ده يا فندم هو ده المسؤول عن توزيع الامتحان، ان الكمبيوتر يعرف هو انهي الامتحان بيصححه، ولا دي مجرد ان الورقه دي مش مزوره؟ انا مش فاهم. الحاجه الثانيه، لو ده الامتحان والطالب بيصححه وبعد ما الطالب بيحل الدرجه بتتفرغ ازاي باسم الطالب؟ ده عايز عامل بشري، لان الكمبيوتر ما يعرفش هو صح الامتحان. يبقى انا عندي هنا مشكلتين يا فندم. مشكله هل الكمبيوتر بيصحح نفس الامتحان اللي ابني حله؟ وايه الاليه؟ هل هي بالباركود ده ولا باركود تاني؟ وهل تفريغ الدرجات بيتم مظبوط ولا بيتم بعامل بشري؟ لانه واضح كده انه بيتم بعامل بشري. طيب انا كده دي ورقه حضرتك بعتها لي في اعاده التصحيح الاولاني اللي هو مجانا، وحضرتك رجعت في كلامك وما اعرفش ليه. الورقه دي هتلاقي في باركود هنا وفي باركود هنا ما كانش موجود في الورقه الاولانيه. ولاحظ ان اول رقم هنا 3 موجود 3. تتكرر المساله دي، انا برضو انا مش فاهم ايه العلاقه. هنا 4 مكتوب 4 اول رقم، هنا هنشوف هنا هنلاقي 16 اول رقم، هنا 16. ايه يا فندم الارقام دي وايه الارقام دي؟
هل دي لها علاقه بابني؟ لا ملوش علاقه، ده ورق بيتوزع عليهم عشوائي. يعني لما الولد خد ورقه الاجابه، هل في شيء بورقه الاجابه يربطه باسم الطالب ولا والامتحان بتاعه ولا مفيش؟ كده انا محتاج من سيادتك توضيح، ولازم التوضيح ده ينزل بحد اقصى بكره رجاء. من حقنا كاولياء امور اعرف الدرجات اللي ابني خدها، وبناء عليه ان حضرتك بعت لي الورقه ديت على الرد على التصريح ان انا عايز منك 300 جنيه، وما كتبتليش حتى الدرجات بتاعت ابني كام، انت ما كتبتهاش اصلا، انت بتقول انها صح والورقه بتاعت ابنك، انا اعمل ايه بالورقه يا فندم من غير نموذج الاجابه؟ واعمل ايه بنموذج الاجابه من غير ما اربطه بالامتحان اللي ابني حله؟ طيب انت حضرتك طالب 300 جنيه، 300 جنيه دي انا لما سالت، لما ارفع قضيه في مجلس الدوله او القضاء الاداري، لقيت ان الخبير المنتدب لتصحيح ورق ابني بقى من جهه القضاء بياخد من 200 ل 300 جنيه. طيب ده خبير منتدب من المحكمه وبيحل الامتحان تاني وبيثبت اذا كان هو اليه الحل مظبوطه واليه التصحيح مظبوطه واليه تفريغ الدرجات مظبوطه ولا لا، ده بيشتغل بياخد 300 جنيه. حضرتك بتاخد 300 جنيه ليه؟ انت عندك رئيس كنترول فرعي زي زمان ورئيس لجنه التصحيح ومراجعين للمصححين ومجموعه مصححين، كل دول بيقعدوا علشان يصححوا الورق فبياخدوا فلوس؟ لا يا فندم، حضرتك بتقول كمبيوتر كمبيوترايزد، احنا في عصر حديث، انت بتاخد مني فلوس ليه؟ عشان تعيد تصحيح، ولا انت بتعيد تصحيح بالعامل البشري؟ طيب ان كان العامل البشري هيرتبط بالتصحيح مؤخرا، يبقى هل كان له دخل في توزيع الدرجات وفي ربط الامتحان ده بالنموذج اللي ابني حله وبتفريغ الدرجات ولا لا؟ لان الورقه دي متصححه انت حضرتك بعتها لي ما فيهاش درجه محطوطه، يعني الكمبيوتر ما بيطبعش الدرجه على الورقه، يبقى ايه اللي حصل؟ لازم نعرف الكلام ده. رجاء حس بينا يا سياده الوزير ارجوك، الموضوع ده يتحل بمنتهى البساطه ان كل طالب يعرف ياخد حقه. لو انا ابني حقه كده انا موافق، لو هو مستقبله هيمشي بالاسلوب ده من غير ما نعرف الصح من الغلط انا ارفض، ومن حقي ان انا ارفض. يا سياده الرئيس ارجوك اعتبر دول ولادك وانا عارف ان هم ولادك. يا سياده الرئيس الموضوع كبير، 160 الف طالب دور تاني ما حصلتش. يا سياده الرئيس، يا سياده الرئيس ارجوك يعني اعذروا انفعالي، انا بحاول اكون هادئ بقدر الامكان. ارجوك يا سياده الوزير النهارده او بكره تطلع لنا تصريح في التلفزيون والاعلام ملكك، اشرح لنا بالتفصيل الدرجه اللي ابني خدها ازاي. شكرا جزيلا.